مبارك للشعب الأردني والوسام على صدر الشعب الأردني اللي ذهب للصناديق واختار ممثلينه كل نزاهة شفافية، والعملية كانت ناجحة، ومنبارك للأردن ولشعب الأردن بنجاح هذه العملية نجاحا كاملا، والحمد لله رب العالمين. الآن أنجزنا انتخابات المحلية والمجالس البلدية بكل شفافية ونزاهة، وأعدنا الثقة للناخب الأردني، والحمد لله إن شاء الله هذول اللي فازوا بيكونوا على قد المسؤولية إنهم يخدموا مواطنينهم ومجتمعاتهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم. إن شاء الله إنه بتكون خطوة في مسار الإصلاح اللي الأردن اختطته بقيادة جلالة. وأنا بهني كل الشعب الأردني والحكومة الأردنية على هذا الإنجاز، وبشكر الفريق كان أداء العملية الانتخابية، وبشكر معالي وزير الداخلية اللي كان مسؤول قبلي عن حقيبة البلديات وشارك في هذا الإنجاز، وفريقه اللي عمل معه سواء بوزارة البلديات أو بالداخلية أو بالأحوال المدنية. بشكر الأجهزة الأمنية وقوات الأمن والدرك، القوات المسلحة اللي وفرت الحماية والسلام الاجتماعي، حقيقة كمان معالي وزير اللي كان معنا كتف بكتف طول الوقت، وكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة اللي غطت هذا الحق، وكان حدث ناجح الحمد لله رب العالمين. وهذا إنجاز إن شاء الله نكمل عليه خطوة بخطوة ولبن بلبن ونكمل المسيرة. بس أنا بحب أحكي نقطتين. أولا، معايير نجاح الانتخابات الدولية هي النزاهة والشفافية وعدم وجود تدخل حكومي وحيادية الحكومة اتجاه الانتخابات. المعايير الدولية لا تتكلم عن نسبة، عن حجم مشاركة، هي أولا، لذلك هذا حققنا. النقطة الثانية، اللي شاركوا بالانتخابات قرابة 900,000 بالمملكة، 900,000، الرقم بجزء مش اللي بدنا إياه، بس أيضا الرقم جيد لأنه يزيد عن حوالي 130,000 عن اللي شاركوا بانتخابات 2007. وخلينا نتذكر أنه المرة هاي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين بالانتخاب لم يشاركوا إطلاقا، وهذولا يحق لهم قانونا قلنا، لكنهم آثروا أن لا يشاركوا ليعطوا مصداقية للعملية الانتخابية، وأن الحكومة ما راح تتدخل فيها. وهذا إذا بنلاحظ أن العدد زاد عن انتخابات 2007. عدد القاعدة الخادية الذين يسجلوا في عام 2007 كانوا أقل من 1,200,000. في عام 2011 اللي سجلوا بكل المملكة 1,700,000، في عام 2013 نحكي عن 3,700,000، وهو أكثر من 3 أضعاف اللي سجلوا 2007. 2007 إذا بتترجع النسب للنسب الحقيقية هذا أكثر من شارك 2007، إذا بنرجع مقارنة باللي سجل 2011 بطلع أكثر من 50% من اللي سجلوا عام 2011. طول عمر الانتخابات البلدية بالقانون السابق تمدد لثاني يوم لأنه لا يحصل نصاب اللي هو كانوا 50%، الدورة هاي ما كانش في نصاب. إذن طول عمرها حوالين 40%، 45%، المرة هاي كانت حوالي 32%. الرقم هذا إذا بضيف له اللي حرموا من الانتخاب بسبب وجودهم خارج البلاد أو آثروا ذلك مشان يعطوا المصداقية والنزاهة للانتخابات، معناته بدك تضربها بواحد ونص، ذلك بتطلع نفس النسب اللي بتطلع النبل تزيد عنها، تزيد عن الأعوام السابقة. فلذلك حجم المشاركة أيضا مش كما كنا نأمل أو نرغب أو نتمنى، لأن احنا كنا نتمنى كل الناخبين يروحوا على الصناديق، لكنها ضمن النسب الأردنية المعتادة في الانتخابات البلدية، فلم تكن أقل اللي نقول لا والله صار فيش مشاركة، بس النجاح الحقيقي في إجراءات الانتخابات والناخبين من قبل الحكومة، وعدم وجود فساد مالي بالانتخابات، وأصرت الدولة الأردنية أن لا يكون هنالك خروقات للقانون ولنزاهة العمل. تحملنا الكثير من أجل ذلك عندما طبقنا القانون، والانتقادات التي جاءت أنه طبقنا القانون وراعينا شروط الانتخاب بحيث أن يكون دقيق ونزيه وشفاف. احنا ننتظر التقارير الرسمية لهم، لأنهم مكتبوا تقارير رسمية، احنا منتظرين التقارير الرسمية لندرسها ونشوف إذا كان لهم أي ملاحظات نأخذها بعين الاعتبار في أي انتخابات قادمة. لكن بكل الأحوال مبدئيا ما أشاروا له أنهم رأوا عملية انتخابية نزيهة تمتاز بالحيادية وانتخابات حرة، والخروقات التي حدثت من بعض الأفراد
لا تشكل ابدا اي مشكله على سير العمليه الانتخابيه او على نتائجها، لم تكن مؤثره وهي حالات فرديه معدوده وبسيطه. الصحيح انه هي تعتبر جريمه من جرائم الانتخاب، الاعتداء على الصناديق او على اللجان وحرقها او اتلافها، جريمه انتخابيه. احنا شكلنا هيئه تحقيق للنظر في هذا الامر وتوضيح مجرياته من اللي قام بالاعتداء. لجنه التحقيق هاي ستباشر عملها، هيئه التحقيق، بالاتفاق بين وزاره البلديات ووزاره الداخليه لاخذ الاجراءات القانونيه. هاي الجريمه الانتخابيه من قام بهذا العمل سيقدم الى المدعي العام والقضاء ليأخذ عقوبته. هذه جريمة لا يسكت عليها، هذه محاولة المس بهيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون، وإحنا مصرين على إعمال سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة بالإجراءات القانونية بالقانون. لذلك سنطبق القانون، سنأخذ إجراءاتنا القضائية والقانونية لتفعيل القانون وتطبيقه، ولن نقبل أي خرق إلى من قبل أي كان. وهذا مبدأ عام سيادة القانون عندنا. لا، لأنه الصناديق التي أتلفت ستؤثر على النتائج. لذلك يمكن كل، يعني الرأي القانوني بيبين اليوم، يمكن كل المنطقة الانتخابية لعبد الله من رواحة تلغى نتائجها، لأنه زي ما حكيت لك حصل إتلاف للأوراق. سريعا خلينا نشوف هي التحقيق شو بدها تقول، خلينا نشوف إنه مين المبنى، بنطبق القانون ونشوف الرأي القانوني بخصوص القضية الانتخابية هاي، وبعديها بناخذ قرارنا بمجلس الوزراء. وأنا بقدرش إني أتسرع وأقول إني بدي آخذ قرار معين الآن.